واو المادة 98 واو دي وضعت في أول أيام الرئيس الأسبق مبارك سنة 82. وإحنا مفروض نبص في مواد القوانين سبب وضعها. هي وضعت لما كانوا الجماعة الإسلامية المتطرفة كانوا المواطنين المصريين في الصعيد المسيحيين بيصبحوا يلاقوا كلام بذيء مكتوب على أبوابهم وكلام فيه تهديد وشيء بهذا المعنى. فوضعت هذه المادة، فهذه المادة وضعت أساسا لهذا الموضوع. مع الوقت نسي السبب الذي وضعت له المادة واستعملت في شيء مع الأسف الشديد في حروب سياسية لا معنى لها. ابتداء الأديان الدين الإسلامي لم يحاسب ولا يحاسب الله سبحانه وتعالى، لا يحاسب الناس على النوايا ولا يحاسب الناس على المشاعر، الدين بيحاسب الناس على الأفعال. والقانون أيضا ينبغي أن يحاسب الناس على الأفعال لا يحاسبها على المشاعر. يعني إن يجي واحد يقول لك أنت بصيت لي بصة مش كويسة، جميل بصة مش كويسة، لكن ما هو الفعل فيها؟ يعني ممكن هوافق في هذا الموضوع، ما هو الفعل فيها؟ الإسلام الحساب يوم الآخرة، الله سبحانه وتعالى بيحاسب الناس على أفعال وليس على أحاسيس ولا على مشاعر ولا حتى على الموقف النفسي. وفي سيل من الأحاديث النبوية منسوبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة كلها بتؤكد هذا المعنى.